هذه الصلاة نقلت على أثير راديو مريم. بسم الآب والابن وروح القدس الإله الواحد آمين. سلام ونعمة لكم جميعا، وليتمجد اسم ربنا يسوع المسيح الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. حنتكلم النهاردة عن موضوع شيق وعميق جدا، كلمة الله في الكتاب المقدس. وطبعا يعني الموضوع ده ممكن واحد يفهمه من عدة نواحي، يعني هل كلمة الله هي في الكتاب المقدس فقط، أم كلمة الله هي في أماكن عديدة؟ يعني إزاي إحنا نقدر نتكلم عن كلمة الله من دون ما نحاول نفهم الذات الإلهية؟ طبعا إحنا عارفين كنقطة أولانية كحقيقة مطلقة بأن الكتاب المقدس هو كلمة الله، لكون الله أزلي ولا بداية له. فنشوف شواهد عديدة في الكتاب المقدس من الموضوع ده. مثلا لما نطالع مزمور 90 من 1-2، مكتوب الله حي وهو الخالق الأزلي. وطبعا مسألة الخلق دي بتبتدي من سفر التكوين، يعني نقرأ الإصحاحات الأولى 1-2 و3، فدي بتتكلم بصورة واضحة عن الخلق، وبتتكلم أيضا عن الخطيئة الأولى، يعني بتوضح إزاي كلمة ربنا بتعطى للبشرية للمرة الأولى بصورة مكتوبة ومعطاة من الفم إلى الأذن. طبعا الحاجة الأساسية اللي تكون منطلق القعدة بتاعت النهاردة هي الكتاب المقدس، أكيد كونه الحاجة الوحيدة الواضحة للكلمة الإلهية، وآباء الكنيسة يعني هم كتبوا إيه عن كلام ربنا وإزاي إحنا نقدر نستفيد منه. لما نيجي ناخد الشاهد الأول، طبعا ده حيكون إنجيل يوحنا الإصحاح الأول، لأن هو بيوضح بصورة فريدة من نوعها إيه هي الكلمة أو اللوغوس، الحكمة أو العقل الإلهي. ده حنيجي نقراه يعني بعد المقدمة دي شوية شوية. فطبعا على أساس الإنجيل ده وعلى أساس الوحي الإلهي تم من قبل الرسل، من قبل مربولس كتابات مختلفة. يعني مثلا مربولس بيكتب في كورنثوس 1:15 بيكتب عن المسيح بأنه صورة الله الذي لا يرى، وفي رسالة إلى العبرانيين 1:3 مكتوب عن المسيح شعاع مجد الله. فإيه هو اليقين اللي خدوه ناس عبرانيين ما كانش عندهم تصور عن يهوه إلا أنه يعني إلههم، واللي كانوا يعني ما بيلفظوش اسمه، يعني ده كان أدوناي السيد سيدي، فاسم يهوه أصلا ما كانش يلفظ. فإزاي بقى بنتكلم عن شعاع مجد الله وصورة الله الذي لا يرى والكلمة الذي ظهر في الجسد؟ نقرأ الإصحاح الأول أو طبعا جزء منه، لأن في الإصحاح ده في حاجات كتيرة لو احنا تأملنا فيها هيكون الرد النهاردة كوقت مش كافي عشان ندي فقط آية واحدة من الإصحاح ده حقها، بس هنحاول. بيقول في البدء كان الكلمة، والكلمة كان لدى الله، والكلمة هو الله. كان في البدء لدى الله، به كان كل شيء، وبدونه ما كان شيء مما كان. فيه كانت الحياة، والحياة نور الناس، والنور يشرق في الظلمات ولم تدركه الظلمات. ظهر رجل مرسل من لدى الله اسمه يوحنا، وده طبعا جاي يشهد للنور. فبالتالي نشوف بأنه لما بنتكلم عن كلمة الله المعلنة، فالفكرة الأساسية تبتدي بسفر التكوين، بأنه ربنا ابتدى بالخلق، يبتدي يخلق العالم.
العالم اللي احنا ما بنختلفش مع العلم بانه كان في انفجار عظيم، كان في الكواكب اللي ابتدت لما كانت سخنه تبرد 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 شويه شويه وتتجمع فيها المياه، ده كله موجود، ما فيش ذكر الانفجار العظيم لكن ده موجود. فبالتالي بيدينا فكره بانه ربنا ده ازلي، ربنا ده موجود منذ الازل. فهنا الترجمه في البدء كان الكلمه يعني هي في البدء ليها عمق أكتر من الكلمة دي. إحنا في كتير جدالات حصلت بالمسيحية بأنه كلمة الله يعني الخالق المسيح اللوغوس حكمة الله جه بعدين. فالحاجة اللي حابب أنبه عليها النهاردة بأنه كلمة ربنا مش بس موجودة في بداية الخلق، ولا روح القدس موجود لما كان يرفرف على وجه المياه، لا، كلنا إحنا كبشر كعالم كعوالم موجودة حوالينا دي كانت كلها بفكر الله اللوغوس العقل الناطق اللي إحنا بنسميه المسيح الظاهر في الجسد. والآية دي جميلة اللي قريناها في البداية في العبرانيين، شعاع مجد الله، يعني مش ربنا كان في حاجة في فكره والكلمة كانت بعدين. لما نقول عن المسيح شعاع مجد الله بمعنى بأنه الأشعة أشعة الشمس بتيجي هنا على الأرض لكن هي متصلة بالشمس، فكان كده المسيح هو كان الكلمة المتجسد لكن كان متصل بالله الآب ولم ينفصل عنه. فكذلك إحنا هنا في البداية، فما ينفعش بس نقول الكتاب المقدس اللي هو ما بين إيدينا هو كلمة الله، لكن إحنا كلنا العالم كله كل ما فيه اللي حتى ما بيعرفوش الكتاب المقدس اللي مش مؤمنين بالكتاب المقدس هو كله كان في تفكير الله وفي خطة الله الخلاصية. عشان كده مارك بولس بيقول عرفني قبل أن أولد، يعني ربنا عرفنا، عرف حياتنا، عرف تحركاتنا، عرف كل حاجة. لكن في الخلق، في الخلق لما قال يعني في تكوين 1:26 قال نخلق الإنسان على صورتنا ومثالنا، بعدين 27 وخلق الله الإنسان على صورته ومثاله كشبهه ذكرا وأنثى خلقهم وباركهم. فبالتالي إدى الله في الخطوة الأولانية دي شركة الإنسان مع كلمته الإلهية، فبالتالي أصبحت الكلمة ليست فقط في ذات الله، في كيان الله. عشان كده احنا قلنا لازم نعرف إيه هو الله، ذات الله، التعمق بالذات الإلهية من دون ما يعني نتصور ونتخيل حاجات فوق إدراكنا الذاتي، لأن إحنا إدراكنا الشخصي الذاتي هو محدود بينما الله هو غير محدود. عشان كده إحنا بنتعرف على الله من خلال كتابه، لكن الله متواجد في كل مكان، الله موجود في أبسط الحاجات اللي إحنا بنشوفها واللي هي مش موجودة في الكتاب ومش مذكورة. عشان كده أنا قلت ما ينفعش نركز فقط على الكتاب، لكن لازم نركز على الحاجات التانية. لكن إحنا كمسيحيين المنطلق الأساسي بتاعنا هو الكتاب المقدس عشان نفهم كلمة الله. فده هو في البدء، في البدء كان الكلمة، والكلمة كان لدى الله، والكلمة هو الله. فالآية دي آية 1 وتتبعها لما بنقول به كان كل شيء، فده بيبين بأنه الخلق كله الحاجة الموجودة هنا اتخلقت بواسطة الكلمة كن. فده هو المسيح، دي هي كلمة الله. قبل ما تتكتب، قبل ما تبقى كتاب مقدس، قبل ما في ديانات تانية إذا كانت سماوية أو غير سماوية أو حتى معمولة من قبل الناس، في حاجة هي موجودة فينا. يعني أكرر على الخلق، إحنا خلقنا بكلمة، فكلمة الله هي متواجدة فينا. عشان كده الآباء بيتكلموا عن الموضوع ده وحنيجي للموضوع بعدين. لما بنتكلم عن الوحي الإلهي، الكتاب المقدس ما نزلش كده كله على بعضه، يعني 40 شخص اللي كتبوا الكتاب المقدس أو أكثر دول كلهم ما استلموش حاجة جاية من السماء مباشرة. لكون الكلمة الإلهية كلمة الله فاعلة فينا، لكون إحنا ورث لي، يعني ده حنشوفه في آخر الآية اللي حختم فيها الحوار ده،
عشان نشوف مقبولس قال إيه في أعمال الرسل لما كان في أثينا ولما كان في عموم اليونان، وحاول يوصل فكرة المسيح والقيامة لكل الناس الغير مؤمنة. فأباء الكنيسة لما تأملوا بالموضوع ده، لما فهموا بأنه الكلمة والكتب المقدسة والتأمل بالكتب المقدسة مش بس الحاجة اللي أنا بشوفها قدامي، لكن هي الحاجة اللي أنا لازم أعيشها وأخذ منها الينبوع الروحي. مثلا عندنا القديس يوحنا الذهبي الفم، ده كاتب حاجات تأملات جميلة عن الكتاب المقدس، يعني قديس بطريرك الأنطاكية وبعدين القسطنطينية، اشتهر بمواعظه عشان كده سموه يوحنا الذهبي الفم. ده بيتكلم على شرح من الشروح بتاعه عن الكتاب المقدس، بيشبه الإيمان بالكتب المقدسة، الأخذ من الكلام المقدس اللي موجود هناك، بيشبهه بالشجرة اللي موجودة على سواقي المياه، يعني الموجودة على النهر. دي بقى الشجرة عشان موجودة على النهر بتاخد دايما مياه، بتغذي الجذوع بتاعتها عن طريق الجذور، وبتدي بقى للأغصان والأوراق والثمر. دي ما لهاش علاقة بالإنسان، دي لها علاقة بربنا مباشرة. الحاجة اللي خلقها ربنا، هبة الله للبشرية، التربة، المياه، الشمس، المطرة، كل دي بتعتمد عليها الشجرة. فلما نشوف كلمة الله اللي بيقول يوحنا الذهبي الفم، ازاي احنا عشان نتغذى بكلام الله نطالع الكتب، بيوصفها هي محادثة مع الله، اللي بينصح بانه مش بس نسمعها في الكنيسة، لكن نرجع ونقراها، نقرأ الحاجات اللي سمعناها في الكنيسة. فكده هنبقى زي الشجرة اللي زي ما قلنا، اللي تتغذى عن طريق المياه اللي هي تمثل أيضا الروح القدس. سفر التكوين، وكان روح الله يرفرف على وجه المياه، وزي ما قال يسوع في أحاديث المختلفة، الذي يشرب من الماء الذي أعطيه أنا لا يعطش إلى الأبد، بل تجري من باطنه أنهار ماء حي. وبرضو في كتير من أباء الكنيسة، احنا هناخد أمثلة منهم بسيطة، اللي اتكلموا عن موضوع ده. طبعا القديس بونافنتورا، الأسقف بونافنتورا اللي عاش في القرن الثلاثة عشر، في القرن الثلاثة عشر ابتدت الكنيسة تخرج، يعني خصوصا الكنيسة الغربية تخرج من العصور المظلمة، وابتدت بقى يتفكر وتنتقد وإلى آخره. فبيكتب حاجة حلوة، بيقول لك الكتاب المقدس مش ثمرة أبحاث بشرية، بل هو الوحي الإلهي من ربنا وبابنه يسوع المسيح، واللي فاض بواسطة الروح القدس. فلما احنا نفكر، هو بيقول لي، بيقول لك عشان نفهم كلمة الله في الكتاب المقدس لازم نستعين بالمسيح. المسيح هو عامل زي الفانوس، عامل زي المصباح اللي أنا بيساعدني عشان أقرأ، عشان أشوف. لازم أستعين بالنور ده، لازم أستعين باللمبة دي. فالفكرة بتاعته هي بتنطبق على حياتنا النهاردة. يعني للأسف ابتدى شرح الكتاب المقدس يكون عقلاني ومنطقي، يعني ابتدوا كتير من المعلمين بتوع اللاهوت في كتير من الكليات الكنسية بيقول لك مثلا ده ملوش وجود، ده خرافي، ده مش تاريخي. أنا مش ضد البحث، لكن لازم إحنا نفكر بصورة منطقية. يعني ما ينفعش مثلا أجي وأقول معجزة تكفير الخمر أو تحويل الماء إلى خمر، عفوا، دي منسوبة لأحد الآلهة، أو معجزة تكفير الخبز والسمك منسوبة لإله تاني. فدي حاجات كلها أنا أشوفها يعني هي نبعة من الشيطان. مش غلط بأنه أنا أفهم البيئة المحيطة بالمسيح، لكن الغلط بأنه أنا كل حاجة إلهية، كل معجزة إلهية أنسبها للبيئة الإنسانية الموجودة. العكس هو الصحيح، ربنا هو المدينة الحاجة دي. يعني زي ما قال بونافنتورا، مش ثمرة أبحاث بشرية. يعني نسمع دايما بالتفسير بتاع الكتاب المقدس العهد الجديد بيقولك الآيات دي هي ما بعد القيامة،
فأنا مرة سألت الأستاذ، قلت له يا بروفيسور طب ما هو كل الكتاب المقدس يعني العهد الجديد مكتوب بعد القيامة، يعني إيه بتقول الآيات دي بعد القيامة؟ يعني أنت عايز تقول بقى الرسل ألفوا من عندهم كل حاجة عن المسيح، يعني ما فيش حاجة ثابتة. فللأسف إحنا وصلنا للمرحلة دي، يعني مش الكل، لكن في بيقول لك ثمرة أبحاث بشرية، لا، هو الوحي الإلهي والمسيح الكلمة المتجسد هو اللمبة اللي هنفهم من خلالها إزاي نتعمق بالكتاب المقدس ونشوف إيه هو اللي بيقولوا لينا. فناخد برضو من أباء الكنيسة القدام المرة دي، ناخد أوريجينوس يعني بالقرن الثاني والثالث، بأنه عشان نتعمق لازم نمسك بالوصية بأنه نقرأ القراءات. فهو يعني بيبعت رسالة لجريجوريوس وبيشد عليه بأنه أنت لازم تقرأ القراءات، وبيختم الرسالة دي من آية متى 7:7، يعني اقرأوا يفتح لكم، اطلبوا تجدوا، مسألة يعني فتح الباب، الحارس اللي هيفتح لنا الباب اللي واقف على الباب بتاع الملكوت هو ده اللي حيدينا القوة عشان يكون عندنا رجاء لما نقرأ الكتب المقدسة، حيدينا الثبات، حيدينا الفهم بقصد الإيمان بالله وإرضائه. دي كلها مفروض تكون موجودة في عقلنا الباطن، مش بس خارجيا، لا، عقلنا الباطن الرجاء بكلمة الله. عشان كده بالآباء بيشددوا بأنه اقروا أنتوا كتاب المقدس. وعلى فكرة الآباء كتبوا عن الكتاب المقدس من قبل ما الكنيسة تحدد إيه هي الكتب المقدسة القانونية وإيه هي الكتب المقدسة الغير قانونية. فدي الآباء شددوا على القراءة. وطبعا إحنا عندنا العلم من التاريخ الكنسي القديم وآباء الكنيسة بأنه لو ضع الكتاب المقدس كله حنلاقي عند أباء الكنيسة اللي اقتبسوا منه الكثير وكتبوا. القديس بقى فرانسيس الأسيزي بيقول لك إيه؟ قال لك جملة جميلة جدا، بيقول لك قراءة الكتاب المقدس هي بمثابة استشارة المسيح. حلوة، يعني أنا لما بتعب بروح عند الدكتور بقول يا دكتور أنا عندي 1-2-3. دلوقتي بقى ما بروحش عند الدكتور، بفتح الكمبيوتر بدور بالجوجل، بكتب مثلا ألم في المفاصل أو ألم في يعني في الحواجب أو أي حاجة. هنشوف بقى عم جوجل بقى ادلنا الرد وادلنا كل حاجة وقال لنا أنتوا كذا وأنتوا كذا. فهنا القديس فرانسيس طبعا في زمانه ما كانش في جوجل، لكن هو بيقول لك استشير المسيح، اقرأ الكتب المقدسة واستشير المسيح. يعني ما تقراش الكتب المقدسة لوحدك، لا، لازم تستشير، لازم تعرف أنت بتقرأ الكتب المقدسة ليه، لازم تقرن ده برضو بالصلاة، لازم تعرف بأن الله بيكلمك بكلامه لما تقرأ الكتب المقدسة دي. يعني عندك الأسقف إيزودوروس من القرن 6-7 بيقول لك لازم نفهم الكتب المقدسة، الفايدة نفهم الكتب المقدسة ونتعلم إزاي نعلمها بالحاجة اللي بتليق وبتفيد الناس، لأنه بقراءتها عقلنا هيتثقف والإنسان هيبتعد عن باطل العالم. بص الكلام الجميل ده في القرون الأولى، يعني بيقول لك الثقافة اللي بتجي لك من الكتب المقدسة من كلمة الله. دلوقتي في ناس كتيرة بيقروا ويا أما ما يعني يعرفوش يفهموا معنى النص، أو بيقولوا لك لا طب إزاي ده كله قتل في العهد القديم وكله مش عارف إيه، طب إزاي المسيح بيقول كده، فبيدوروا على الاختلافات أكتر ما بيدوروا على المعاني العميقة الموجودة في الكتاب، وبيعرفوا يعني الاختلافات دي جت إزاي ومنين. يعني أتمنى بأنه إحنا فعلا لازم نتعمق بكلام ربنا بالصورة اللي ناخدها من مثال القديسين. عندنا مثل قوي موجود أصلا في الكتاب اللي هو أمنا العذراء مريم. أمنا العذراء مريم لما نختزل كل الآيات في البداية اللي حصلت معها، يعني مثلا بشارت الملك جبريل، زيارة الرعاة، زيارة الملوك الثلاثة، التقدمة في الهيكل،
كلام يعني سمعان الشيخ حنا النبية، فدي كلها دي كلها حنشوفها من خلال الآية، وكانت مريم تسمع كل ذلك وتتأمل به في قلبها. يعني كل الكلام اللي كانت العذراء بتسمعه ومعرفتها بالعهد القديم من خلال زيارتها وصلتها في المجمع اليهودي حن سينجوك، يعني حنشوف ازاي شخص بيسمع مش شرط يقرأ، بيسمع ويتأمل في الكلام ده في قلبه، يستشير المسيح، يسأل المسيح، يحاول يشوف كلام ربنا، الكلمة بتاعت ربنا المسيح نفسه كفانوس ينور له عقله عشان يفهم الكلام. فمفيش أحسن مثال غير العذراء اللي لازالت لغاية دلوقتي بتعلمنا إزاي نتعمق بالكلمة الإلهية، سواء بظهورتها سواء بالسبحة الوردية اللي وسط بأنه احنا نصليها، كله تعمق تأمل بحياة يسوع في الكتاب. وطبعا نرجع للقديس أمبروسيوس اللي كمل برضو قال يعني أي شخص يثق بكلمة الله لا يرتكب أي عمل يبحث على الحزن والقلق. فالعذراء وثقت هنا بكلام ربنا وعاشت طول عمرها أمينة لي. نختم من أباء الكنيسة، ناخد اقتباس من الإرشاد الرسولي إيفانجيلي غاوديوم فرح الإنجيل اللي بيتكلم به البابا فرانسيس، بيدي حاجات وبيقتبس مقولتين من البابا بنديكتوس الستاشر. بيقول إيه؟ بيقول البشارة كلها، يعني كل البشارة بكلمة الله، هي المسموعة المتأملة المعاشة والمحتفل بها والمشهود لها. يعني الجملة دي بتختزل الأسرار الكنسية، بتختزل التقليد المسيحي، بتختزل القداس، وبتكمل الحاجة اللي قلناها قبل شوية عن العذراء، بأنه أنا أتأمل، أسمع، أعيش الكلمة دي، أحتفل بها وأشهد لها. إزاي؟ يعني الكلمة اللي قلنا في البداية دي الكتاب المقدس بيشهد ليها، الكلمة اللي احنا بنشوفها حوالينا دي بنسمعها، بعدين لما بنسمعها بنقراها بنشوفها، بنيجي بقى نتأمل فيها زي العذراء ما كانت بتعمل، نتأمل هل يا ترى ربنا عايز يقول بالموضوع ده موضوع ده ايه، هل ربنا بيقصدنا او بيقصد حد تاني. ونحاول على تعاليم الكنيسة وتعاليم الانجيل بانه نعيش الحاجة دي، يعني تكون لينا اهم حاجة في الموضوع طبعا فهم كلمة الله والمحبة، فنعيش بقى ايه، نعيش الكلمة اللي هو فينا. نركز على النقطة دي، كلمة الله ما جاش أصبح إنسان عشان هو يكون في وادي وإحنا في وادي، أو هو يكون في جبل وإحنا في وادي عميق، لا، كلمة الله أخذ الخطة الإلهية الموضوعة منذ الأزل من أيام خطيئة آدم وحواء، بأنه عشان إحنا نفهم مقصد الله الرئيسي، بأنه عشان نكون معاه، عشان إحنا خلقنا كشبه الله ومثاله، لازم الكلمة نفسها تيجي وتصبح إنسان. ولما الكلمة تيجي تصبح إنسان فهي حتديلنا كلنا من الاتحاد مع الله من خلال الأخوة مع المسيح، وعشان إحنا أولاد الميراث، وده حنشوفه ونسمعه بوضوح في الختام. بعدين نحتفل بيها، نحتفل بيها ازاي؟ لما انا اعيش الكلمة يبقى احتفل بالسعادة اللي انا موجودة من خلال الكلمة دي، وطبعا اشهد ليها بانه زي ما انا سمعت، زي ما انا تأملت، زي ما انا عشت الكلمة دي بحتفل وباشهد ليها. مارك بطرس بيقول كونوا كل وقت جاهزين للإجابة على الرجاء الموجود فيكم. دي الحاجات اللي موجودة في بداية الاقتباس ده من الإرشاد الرسولي فرح الإنجيل. بعدين بيقول لك أن تصبح كلمة الله أكثر فأكثر قلب كل نشاط كنسي. بابا بنديكتوس 16 بيقول كده، مش بس أسمع الكلمة، لكن أي حاجة أنا بعملها في الكنيسة، أي نشاط أنا بعمله في الكنيسة لازم كلمة ربنا تكون متواجدة فيه. يعني ما ينفعش مثلا أنا أروح أدخل في الكنيسة نشاط المديتيشن والتأمل وأحط فيه بس حاجات من البوذية والهندوسية والمش عارف مين، وأسيب بقى كلام ربنا. يعني يعمل اليوغا أدخله من ضمن النشاط الكنسي،
هو فين كلام ربنا في الموضوع ده؟ اليوجا مش غلط، التأمل مش غلط، التأمل دي حاجة ضرورية. المسيح كان بيتأمل، المسيح كان بيقضي الليل كله بيصلي، زي ما قلنا المحادثة مع الله، الصلاة هي محادثة مع الله، استشارة المسيح زي ما قال القديس فرانسيس الأسيزي. يعني أنا بتكلم مع ربنا، ده تأمل، ده المديتيشن. المديتيشن مش أنا أقعد زي بوذا وأعمل إيدي مش عارف إيه وشغل لي وولع بخور وشغل لي مزيكا هادية وأقول لك أنا بتأمل. لا، التأمل لازم يكون بصورة مختلفة، بملء كلام الله، أسمع كلمة الله بتأمل، مش أسمع كلمة الله في الإنترنت وأسمعها وأنا ببص على حاجة تانية أو أعملها وأنا أسمعها وأنا في المطبخ أو مش عارف إيه. سماع كلمة الله بحد ذاته كويس، لكن لازم أنا أدي التأمل بكلام الله حقه عشان أبين بيقول الإرشاد الرسولي، أبين التناقض القديم بين الكلمة والسر. لأن في الكلمة المعلنة الحية والفعالة دي هيئتنا عشان نقبل السر. السر كان زي ما قال يوحنا في الإصحاح الأول، بأنه الكلمة جاءت، الكلمة هي النور وجاءت في الظلمة. ليه الظلمة دي معناتها هي؟ الظلمة دي معناتها بأنه زمان في العهد القديم ما كانش في كلمة منظورة، كان في حاجة مش منظورة، كان في حاجة بتعلن بفم أنبياء مرسلين اللي هم ما كانوش أصلا يعرفوا ساعات هم بيقولوا إيه. بيقولوا احنا شفنا، احنا حسينا، احنا حلمنا، لكن ما كانش في حاجة معلنة، كان غير معلن، كان كله غير معلن، كان لا منظور تهيئة للمنظور. الكلمة التي علنت نفسها، الكلمة اللي من خلالها بنقول ايه، نقرأ ايه. نحن لا نلتمس طريقنا في الظلمة ولا يجب ان ننتظر ان يخاطبنا الله، في الواقع الله تكلم، لم يعد المجهول الاكبر لكنه اظهر ذاته، من مقولات البابا بنديكتوس 16. فربنا اظهر ذاته من خلال الكلمات اللي اوحى فيها بالكتاب المقدس. ونيجي برضو للفقرة الاخيرة، نتكلم عن آية موجودة في أعمال الرسل اللي زي ما قلنا مربولوس كان بيتكلم فيها في الأريوباك. بيقول إيه؟ لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد، كما قال بعض شعرائكم أيضا لأننا أيضا ذريته، موجودة في أعمال الرسل 17-28. نحيا ونتحرك ونوجد، نحيا ونتحرك ونوجد، اختزال لكل حاجة اقتبسوها أباء الكنيسة، بأنه احنا بنعيش بالكلمة، بنعيش في المسيح، نتحرك من خلاله، وجودنا الأساسي مرتبط به. لكن في تكملة مبهمة شوية، كما قال بعض شعرائكم أيضا لأننا أيضا ذريته. بيقصد مين شعرائكم؟ في شاعر اسمه أبيمندا، ده عاش في القرن السادس قبل الميلاد، كان بيقول لك يعني جملة بيشرح لك بأنه في حياة وحركة وكيان، الثالوث ده حياة وحركة وكيان، بأنه إحنا يعني مربولوس اقتبس لما بيقول نحيا اقتبسها من الحياة، حركة ونتحرك ونوجد الكيان. لأنه مربولوس احنا زي ما نعرف ما كانش شخص عادي، مربولوس كان دارس الفلسفة اليونانية، مش بس احنا بنقول يعني كذا زي ما بيقوله عن نفسه، لا ده دارس، عارف هو بيتكلم على ايه لما بيتكلم. بيقول اننا ايضا ذريته، مقتبسة من كتاب الظواهر لأراتوس، فده من القرن الثالث قبل الميلاد، اللي كاتب منه نستمد اصلنا، منه نستمد اصلنا. ف مربولوس بيقول الآية الأساسية دي، هعدها، لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد، كما قال بعض شعرائكم أيضا لأننا أيضا ذريتهم. فدي فيها عدة آيات مختلفة عشان تشهد للكلام ده. يعني الآية الأولى احنا قلناها وقرناها، يعني التكوين إصحاح الأول 26-27، بحيث ربنا قال نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا، وبعدين فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقهم. وبنيجي بعدين لرسالة الثانية
من بطرس الرسول الإصحاح الأول 4 لكي تصيروا بها شركاء الطبيعة الإلهية. ونختم بالآيات اللي نقتبس منها هنا بالرسالة الأولى ليوحنا إصحاح 3:2: أيها الأحباء الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكننا نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله لأننا سنراه كما هو. فبالتالي مربولوس هنا فعلا بالآية البسيطة دي، لأنه هو عارف هو بيكلم ناس فلاسفة، يعني ناس مبنيين على الثقافة الهيلينية، عندهم فعلا تعدد الآلهة، وكان واقف بيشرح عن مذبح الإله المجهول، ومن هناك تكلم بأنه بيختزل في الآية الجميلة دي لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد. يعني أصلنا هو الله، إحنا كبشر نحيا به ونتحرك بموجبه. هي دي كلمة ربنا اللي مربولوس بيتكلم فيها عن البداية، بداية الوجود دي اللي ربنا ادهلنا وخلاها حية فينا، مش بس المسيح جاي وتجسد وقال كم كلمة وطلع للسماء، لا 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 لا، ده المسيح جاي كان هو البداية، هو اللي ادانا الوصية دي، خلى كل واحد منا ياخد نصيبه الحيز بتاعه من الكلمة دي، لأنه فيها الحياة، فيها الحركة، وفيها الوجود. أمين. وليتمجد اسم ربنا يسوع المسيح، والنعمة والسلام مع جميعنا. هذه الصلاة نقلت على أثير راديو مريم. تابعوا راديو مريم عبر موقعه الإلكتروني الرسمي www.radiomaryam.org.